يزيدون بلا إذا متابعينا الأعزاء متابعي قناة الشعب غادي تشوفوا فيكم كما كتشوفوا معنا أجواء المقابلة انطلاقة المقابلة اللي غادي تجمع اللي غادي تجمع فريق اتحاد ورقة في أجمع فريق اتحاد طنجة ضد فريق اتحاد ورقة. فريق اتحاد طنجة هو المستضيف فهاد كما كتشوفوا يعني في هذا البث المباشر كتشوفوا في هذا البث المباشر يعني لاحظ الدخول لاعبين والطاقم التقني لفريق اتحاد طنجة وفريق اتحاد تركي بعد ملاحظات يعني دخول اللاعبين ورفقة الحكام من اجل اعطاء انطلاق المقابله اللي غتجرى ادوارها في ملعب تيرلان سانيتر مولو. كما كتشوفوا هاي لاحظ دخول اللاعبين والطاقم التحكيمي لهاد المقابله كما كتشوفوا معنا هاد الاجواء المباشره كان كما تابعتوا معنا مباشره يعني اجواء دخول اللاعبين ارضيه الميدان من اجل اعطاء الانطلاقه الرسميه للمقابله اللي غتجمع ادوارها في ملعب تطوان ثانية ترمل ما بين فريق اتحاد طنجه ضد فريق الاتحاد التركي. هذا هو اللاعبين بدلاء لفريق اتحاد طنجة وكذلك مساعد المدرب. طاقم الإسعاف كذلك حاضر في المقابلة ولحظة أخذ الصور هذا قبيح هذا ماشي بحالك
ها راو راو إذن عيش معنا أجواء دخول المقابلة، أجواء دخول اللاعبين من أجل إعطاء انطلاق المقابلة. طبعا المقابلة كتجرى في أجواء ملاعب خاوية، يعني بدون جمهور، فقط أعضاء من اللجنة المكلفة بتسيير فريق اتحاد طنجة حاضرة في المنصة الشرفية. فريق اتحاد طنجة بسبب الإصلاحات التي تجرى في الملعب، ملعب ابن بطوطة، فريق يخوض اللقاء خارج الديار وملعب تيتون، هو اللي كيستضيف مباراة اتحاد طنجة.